عدوة اليوم تأتي في إطار انفتاح الهيئة الوطنية لعدول المغرب على الإعلام، إيمانا منها بأنه وسيلة تكوين الرأي العام ومخاطبة عموم المواطنين، من منطلق الإيمان أن مرفق التوثيق هو مرفق عمومي، وأن الخدمات خدماته أساسا يستهدف بها المواطن، ومن حق المواطن أيضا أن يشارك في الاطلاع على المطلب الذي رفعته الهيئة الوطنية بخصوص تعديل المادة 8. المادة 8 أساسا تعالج السكن المدعم من طرف الدولة في إطار مجموعة شروط تضمنتها المادة 8، ومنها شرط يتعلق بتوثيق العقد الابتدائي والعقد النهائي للبيع. ونصت المادة على مهنة معينة، بينما مرفق التوثيق يتشكل من أكثر من مهنة، بل الأصل أن التوثيق العدلي هو الأصل في مرفق التوثيق، وأنه لا يمكن القبول أبدا باستثناء أو بإقصاء تحت أي مبرر، بما في ذلك مبرر عدم توفر صلة العدول على آلية الإيداع. في هذا الباب أنا أنص أنه كان بإمكان المادة 8 أن تكون تحيل على القوانين المختصة بتوثيق العقار أو القوانين الخاصة بتنظيم المهن التوثيقية، ولن نكون حينئذ نحتاج إلى تحليل، حتى إذا صدر القانون المهني سيعود متضمنا لآلية الإيداع لن نكون محتاجين إلى تحليل المادة 8. اليوم جئنا أساسا لننفتح على رأي العام الوطني في إطار هذا النقاش العمومي الذي نريد منه تحقيق مجموعة من الأشياء. أولها هو تفعيل النقاش العمومي الذي يكون مبنيا على المقاربة التشاركية. أولا نريد أيضا أن نعمل جميعا على ضمان أن تكون مثل القوانين مؤسسة على المقتضيات الدستورية، ونريد أيضا تحقيق المساواة ديال المهنيين أمام القانون في الالتزامات والحقوق، ونريد أيضا ضمان حرية المرتفق المغربي بخصوص حرية التعاقد لدى الجهات التوثيقية التي اخترناها. هذا هو محور هذه الندوة اليوم، كما أننا نريد إرسال إشارات حول القانون المهني الذي يوجد حاليا بيد الأمانة العامة للحكومة، والذي تسجل الهيئة الوطنية في هذا المقام أن وزارة العدل فعلا حاورت الهيئة الوطنية واستجابت لعدد من المطالب، وإن كنا نتمنى أن يتم الاستجابة لكل المطالب، ونضال من أجل تعديل القانون إن شاء الله مستمر. قرر بنهج المسلك يعني النضالي، طبعا هذا المسلك النضالي يتنوع أو تنوع إلى عدة مظاهر، يعني المظهر الأول يعني يتمثل في التوقف عن العمل، ثم خوض وقفات احتجاجية، ثلاث وقفات احتجاجية حاشدة هنا بالعاصمة، ثم كذلك هناك مسلك آخر نضالي آخر مع وهو التواصل مع مختلف الفرق البرلمانية، سوينا في الغرفة الأولى يعني مجلس النواب تواصلنا مع يعني الفرق الأغلبية وفرق المعارضة، الكل أبدى يعني استعداده لتبني يعني لواجهة مبررات الهيئة الوطنية، لأن المقترح الذي صاغته الهيئة الوطنية في إطار وتحديدا اللجنة العلمية والقانونية التي أتشرف برئاستها، كان هذا المقترح يحفظ حقوق المهنيين، يعني مقترح سليم ومنسجم مع النصوص القانونية والمقتضيات الدستورية، ويحفظ حقوق العدول بالإضافة إلى حقوق الفئة المهنية الأخرى. ونحن لا نطلب المستحيل، نحن فقط نطالب بإقرار العدالة التوثيقية، بإقرار العدالة التشريعية، بإقرار العدالة العقارية، ومقترح الهيئة الوطنية يتجسد أساسا في ضرورة يعني هذه العقود المرتبطة بالوعد بالبيع والبيوعات العقارية المتعلقة بالسكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، يجب أن يبرم في إطار محرر رسمي. هذه الندوة تأتي على إثر عدم موافقة لجنة التشريع لدى مجلس المستشارين كذلك على مطالب السادة العدول تعديل المادة 8 من قانون أو مشروع قانون المالية لسنة 2023. هذه المادة التي جاءت بحيف تشريعي لفائدة فئة توثيقية دون فئة أخرى والتي هي السادة العدول،
الدستور المغربي يضمن المساواة ويضمن كذلك أن توزع ثروات أو على جميع المواطنين بالتساوي، المواطنون كلهم متساوون أمام الدستور. وكذلك المادة الرابعة من قانون مدونة الحقوق العينية يقول بأن توثيق العقود الرسمية يختص به السادة العدول كما يختص به الموثقون، وتوجيه المواطن لفئة دون أخرى هو نوع من الاحتكار ونوع من الريع التشريعي. هذه وهو أمر نفس الأمر يتكرر كما كان في المادة 93، وكان كذلك قد طرح في المادة 63 من قوانين المالية السابقة، ونفسه يتكرر الآن في المادة 8. فما هو الداعي وما هو المانع الذي يمنع السادة العدول من تلقي هذه العقارات؟